افتتحت وزيره الثقافه نيفين الكيلاني اعمال تطوير ورفع كفاءه قصر ثقافه رود الفرج في منطقه شبرا والذي يخدم قطاعا كبيرا من الجمهور من سكان الحي العريق المزيد في سياق التقرير التالي على مساحة عشرة ألاف متر مربع تم افتتاح قصر ثقافة رود الفرق في حي شبرا بالقاهرة بعد أن تم رفع كفاءته وتطوير بأحدث الوسائل والتقنيات ويتضمن القصر المبنى الإداري وقاعة نادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة للأطفال وحديقة ترفيهية أتمنى إن كل مدينة وكل قرية يبقى فيها قصر ثقافة حتى لو حاجة صغيرة علشان تبقى منارة للتنوير الثقافي في الدولة كلها. طبعاً معمول فيه جهد كبير جدا وأنا بشكر كل الناس اللي شاركوا في التطوير وفي خطة للأنشطة محطوطة والخطة دي ضمن البروتوكول الموقع مع التربية والتعليم يعني الأنشطة اللي بتتعمل في المدارس تحت إشراف وزارة الثقافة هتتنقل لقصور الثقافة في الأجازات عشان يبقى فيه استمرارية للأنشطة الفنية والثقافية شهد القصر أعمال تطوير وتوسعة لمسرح القصر ليتسع لحوالي 330 مقعدا واستحداث مسرح للطفل ليتسع لحوالي 150 مقعدا ومرسما للفنون التشكيلية وقاعة معارض لمنافذ الكتب التي تصدر عن وزارة الثقافة الحقيقة خلال العام اللي هي العمل أصول الثقافة استطاعت أن تطور قصر الثقافة بما يتواكب مع جمهوريتنا الجديدة احنا بقى عندنا سينما وبقى عندنا مسرح للطفل وعندنا كيتز إيريا وعندنا مكتبه للاطفال ومكتبه للكبار وعندنا نادي لنوادي التكنولوجيا وعندنا نوادي المراه وعندنا منافذ لبيع الاصدارات الهيئه ومنفذ لبيع منتجات الهيئه سواء من الكتاب او من الحرف اليدويه أه الحقيقه الاصل الثقافه تطور انه يحوي كافه الانشطه الثقافيه والفنيه اللي, اللي, اللي تخدم المواطن المصري وخصوصا اهالينا من شبرا ورود الفرج انا مبسوطه جدا ولازم كمان مبسوطين جدا لان احنا ما نعرفش ان بتتم النشاطات دي الا قريب بعد التجديد اللي حصل ده فوجئنا بمكتبه وكيدز اريا ومسرح وأنشطة جميلة جدا فلما بلغونا النهاردة إن في حفلة للأولاد ورسم وكده فرغم إن في ظروف امتحانات لكن أنا جبتهم وجيت يعني الحمد لله فعلا في طفرة في المكان من حيث المكتبات من حيث الجنينة من حيث الدخلة بتاعة القصر نفسه يعني ما شاء الله التجهيزات حلوة جدا الشكل بقى يعني في تطور في في امل ان الاطفال تبتدي تستفيد حاجات اكتر يعني في افاده في كبار ممكن يستمتعوا بالسينما دي فكره جديده ما كانتش موجوده اصلا يعني فالموضوع حلو جدا. القصر تم انشاؤه في سوق رود الفرج، السوق الاشهر في السينما المصريه الذي بني على الطراز المملوكي والانجليزي عام 1974 ليتحول الى قصر ثقافه يخدم العديد من المواطنين والاهالي في حي شبرا مصر احمد الحسيني. التلفزيون المصري